أحييكم وأرحب فيكم في بارك لايف مرة ثانية. نرجع على سيتي سكاي لاين في سلسلة جديدة وحلوة، طبعا أكيد حلوة، يعني لازم لكل مميز، لكل مميز يعني بما أنكم مميزين تستاهلون سلسلة مميزة. وسيتي سكاي لاين دائما تطلبونها، والحين رجعت مرة ثانية. طبعا ما طول من السلسلة اللي قبلها بارك لايف، نزلت من العدل المنسبي حق بارك لايف سلسلة لها بروح الصراحة، يعني أنا أشوف إنه من العدل، بس إنه يكون لها شو سلسلة بروح. دائما هاي يمكن أكثر لعبة لعبتها على ستيم، أكثر وقت طول وياي، والأكثر شيء طولت أنا كنت منزل شارع أنا متأكد برك. وين صار؟ ألفيتد، مو أنا بألفيتد نحن، بس هذا زين. هذا ليش زين؟ إن الشارع صغيرون، وأتوقع أن الزحمة بتكون من سوي بوابات من كل صوب، ما بتكون في البداية يمكن زوم كامل، ما أعرف، بشوف كيف أسويها أنا، بنشوف كيف نسويها. لانها على البحر دايركت، يعني هني الهدف عماير وعلى البحر دايركت حدائق، بيكون اقطعها بشوارع واسوي جسور داخل يمكن، ما اعرف، بشوف كيف اسويها انا عقب هاي، لكن مش غلط ابدا. يعني الحين بنحط مدرسة، بس المدرسة انا احس من الحكمة ان اسوي مكان حق مدارس، او بما ان عندي اماكن انا خليتها فاضي اصلا حق خدمات، من الممكن، بس ما بحطها الشارع العام عشان ما يصير زحمة قدام باب الشارع العام. حتى من المدرسة ممكن بحطها في الوسط، يعني مش هيك القضية، بس يعني مدرسة مش لازم الكل يكون متعلم، ترى تعليم الكل مهمة شبه مستحيلة هنا في اللعبة هاي، والله شبه مستحيلة، لا مش مستحيلة ممكنة، بس شو نتورث نخليها الطريقة هي أفضل. شو أخبار العيادة؟ أخبار طيبة، بس ما يوصل للحديقة ترى، حد يخلي المينا ماله ما بيكون، وين أحلى مكان للمينا؟ آه هذا مكان رومانسي للمينا، هذا مكان رومانسي للمينا. طبعا الترين شوي بعيد، حاولت بطلع للترين، والترين ما بيكون، يا انه بيكون جنب الشارع العام من فوق ويمر لين هني يوصل يدخل داخل، بعدين يروح اندر جراوند يوصل لمكان حق قطارات هني، او انه يكون تحت اندر جراوند من البداية اصلا وفك عمري وما اسويه خطوط قطارات واضحة اصلا، يمكن ما اسويها اصلا، ما اعرف بشوف انا كيف اسويهن. يبالنا وحدة من الحدائق كبداية، الحدائق مو مشكلة بحطيهن على الشارع، لانه ما بسوي كوست عالي مقابل شو نيو بلدنج. ها شو مدرسة ابتدائية ما ابغى الحين، ما الحين بحطيهن على الشارع مو مشكلة، بس شو اللي بسوي انا؟ بسوي له ثريلر بارك اللي هو هذا، والاميوزمنت يسمونه يعني، اللي فيها مجموعة ألعاب، اميوزمنت بارك كافيه، بنحط كافيه أول شي، شو رأيكم؟ بنحط كافيه، الكافيه بيكون وين؟ الصوب الثاني ولا هالصوب؟ حطيها الصوب. ممكن في الفرجان من باب تغيير احط كافيهات ترى، ممكن من باب مش تغيير، لان استوى عندنا كافيهات، استوى عندنا خدمات ثانية صغيرة، ممكن احطيها نسوي لها مكان نرتب لها داخل. شوي استوت المودات عندنا اكثر، يبالنا بيوت بعد، ما
بحط بيت هني، مو بالمنطقة كامل بيوت. اوكي لازم يكون في فراغات، ما بسوي ما غير فراغات صراحة، ما غير فراغات ما با. الصناعية على طول يبغى لها امتداد، الصناعية شيء بيت مطفر بنا لين نقول امين. هذا شارع، خلنا نبدأ بثيم بالديزاين، نسوي زون صغير، نسوي له زونينج بارك. هذا تري اندستري، مش بالعربي طبعا، تري اندستري حسب اعرفه من بعيد. هني بحط فيه الزونك الصناعية الجديدة، هاي عبارة عن جرين، يعني منها نوفر نخلل الزحمة اللي بتينا من الحين، ومنها شو نسوي تنوع في مصادر الدخل، واللي هو أنا أشوف شيء مهم جدا، وايد مهم. بدينا على اقتصاد ثابت، شوفوا الحين اقتصاد ثابت وايد ترى. ليش ثابت؟ الانكم اخضر، دوننا بسيط، وفي طلب، وفي ناس ياسة تدخل، في ناس ياسة تطلع، في ناس ياسة تبغى تعيش هني، في ناس ما تبغى تشوفها هنا. اتشاور احط عمارة هني على اساس تبني على البحر دايركت، او احط عماير ممكن هني، لان عقب اذا امتدينا ما بأترس الفراغات كاملة. بس المدينة الاولى بشكل عام يكون فيها توفير ميزانية، هاي واحدة من طرق توفير الميزانية اللي انا اشوفها يعني. زين بنحط لنا مكاتب، هل ليش ما يوصل لك كهرباء؟ اوه ما عندنا انتاج كهرباء. زين كم نقدر نتحمل انتاج الحين؟ كم نقدر نتحمل انتاج؟ نحطي هذا كم كوست ماله؟ 1000 وشي، نحن انكم مالنا 300 شي. زيرو تو كم؟ زيرو تو ايت، هذا 560، 40 مليون. الحين استهلاكهم لنا كم؟ 26. اذا بنحطي اي يوفرنا كهرباء ثابتة، بس ما بشي يكسر ميزانية، بشي الصناعة تقدر تقوم عليه، بيكون 99.9%. هذا افضل على اساس يعطينا البوست عالي. بعدين بسوي مكان انتاج كهرباء، يمكن نسوي محطة انتاج كهرباء هني نووي، واللي يمكن نطلع هني فوق شارع نسوي مكان حق النووي خفيف محصن، عنده شرطة، عنده بروحه كل شيء، لين هذا اللي نستوي عنا دخل ثابت. نحن الحين ما عنا دخل ثابت يعتبر، ترى للحين يعتبر ما عنا دخل ثابت، فأنا بدخل ثابت خلى الشارع فاضي ما عليه حد. نبى دكاكين، نحط لنا عمارة هني، عماير صغار هاي حلوين بيكونوا في الوسط، مفروض يبنون، إذا ما بنوا بعد هاي مصيبة، مصيبة المصايب هاي. شو يبون هاي؟ انزين الوضع مستدب يعني، مستقر وهذا، بس على طول بنحط مواصلات، مواصلات تسوي زعج طبعا في الصناعية، عند محطة الكهرباء، بس اخلي شوي مسافة. اوكي وبنطلع نقطة مواصلات من الشارع العام، ما بحطها على الشارع هذاك. زين سيدنا يمين، نبى الناس تستعمل الشارع توقف يمكن على الشارع هذا، بيكون ممتاز الوقفة هني. نحطي 3 باصات زيادة من البداية، نشتغل على المواصلات شوي بدري.
نشتغل على المواصلات شوي بدري، ونشتغل على طرق بديلة للشارع العام، لأن الشارع العام هذا راح يكون أزمة عالمية إذا ما اشتغلنا عليه عدل. بالرغم من الحين أشوف ما في زحمة، يعني عادي أمورة طيبة. إنزين، أبى أسوي منفذ للشارع العام one way، الناس تطلع دايركت من هني لوين؟ لين هني. بس بعد بيتم عندي الصوب الثاني، شو بسوي؟ خلنا نسوي شارع عام رام مايل من هني، لين هني تقريبا. هذا حق الشاحنات، نسوي درب خروج للشاحنات من بعيد، ما بسوي زحمة هني. زين، لا الحين هذا اوكي اوكي، بس شو لازم اسوي؟ لازم من البداية احدد ان ما حد، ان هذا ممكن يجي هني وهني، بس هذا يكمل سيدة وهذا جبار يكمل سيدة، على اساس ما يلفون على بعض من اخر الشارع. اللي يبي يدخل هني يدخل من بعيد، يكون شخصا طيب وما يسوي زحمة في نص منه في نص الشارع. بس هذا شوية غلط. الحين بيكون انا اشيلها من درب، الشير مش عايبني، الشير مو بشي، الداخل اللي في نص الشارع. انزين، الحين منطقي اكثر، ممكن يدخل دايركت، اللي يبي يدخل هني خليه يدخل حياك، عشان المحتاج مثلا فحم ولا غيره ولا هاي الامور ما ياخذ لف العودة هاي، يدخل دايركت. بس انا خاف يستعملون الشارع حق يدخلون المدينة. اوكي، لا اظني ويل بي فاين ممكن. اوكي، في شيء ثاني لازم نسوي، التاكس من الحين نرفع ل 11 على الكل. على الكل هذا منه يعدل الانكم، وال 11 هذا هو مثل ما تقولون ثريشولد مانه، ولا كم يتحملون السكان ما يزعلون. ال 11 ما يزعلون منه وايد. وهني بيكون المينا، هذا جزء وايد مهم، لأن المينا بيكون عندي الكارغو هاربر، بيكون عندي الكارغو هاب، هذا واحد فيهم وحيد. آها، هذا بيكون معانا إذا ما أقدر أحطي، بيضيع أحلامي هذا. أيوة، استوت الخايسة يعني، بس عادي نقدر نحطه هنا. هذا في مال ترين واحد حيت، ايوه في مال ترين، بس عادي اذا بالطريقة هاي تسوكي، انه بيكون بالطريقة هاي يعني تعرف، يعني لان الشور لاين وي ان الخط، انما هني خط الملاحة مر ما عدل خط الملاحة نفسه. ما بيتعدل على خط الملاحة هذا، أبغى أعدل خط الملاحة نفسه، لكن ما أظن في أوبشن إن أعدل خط الملاحة نفسه. تبون صدق؟ هذا بس حق فيرز ويضبط الوضع. هذه تعتبر حديقة عامة، إذا هذا كان الوضع بنحط كل شيء هنا، ما في مشاكل عادي. بس بينتهي الأمر فيه، هذا يكون مينا بعيد عن المدينة شوي، بعيد عن هذا، فيا أن أسوي نفق لين هناك. في وايد طرق أن أسويها كمواصلات، ممكن أسوي نفق، ممكن أسوي أيوة دايركت فوق الأرض،
بس انا افضل النفق حاليا. الخطه الحاليه تقول لي سوى نفق، خطتي باد بالفشل. يا ليت الروت كان يلفهني، لو الروت كان يلفهني كنا ما ارتاح. بس المينا واحد من المشاريع البدري بتينا، ما عليكم نسويها بدري هالمره. مينا ومطار وربع سرحي، خلنا نحل مشاكل الزحمه شويه. نبي نسوي مواني، ما بابني هني، ابغى اسوي جسر هني سيدي. ببدأ احط ناس الحين، لحظة ابا امد ماي. الكهرباء بيكون شوي شغلان بس الماي عادي. زين، ونحط جسر. ابا اسوي فيزوالايز ولا اتخيل شكل المكان كيف ممكن يكون. زيرو اتمنى ما يخرب خط الملاحة، بس ترى هالشي بيفرق وايد. يقولوا ما في خط ملاحة، خط الملاحة هناك. هي ادري، بس بعد احنا شنو بنسوي؟ يمكن نسوي رحلات داخلية ترى، يعني وايد جزر. بنسوي رحلات داخلية، بنسوي هاي واي، يمكن يخطف من هني يمر على هاي الجزر كلها، عرفتوا؟ فلا تقولوا ما في شو اسمه شيء. نشيل الجسر، نيبة هني، الشارع هذا و... لا بعد وايد تحت هذا بنشله. نحطيه خطوة وايد بتفرق. ايوه الحين احسن، بعدها تحت شوي نازل بس احسن. خلي على النقطة هاي، خلي هنا بالضبط. الناس بيجون من هذا المكان لهذا المكان ووصلوا في الهاي واي هذا. يعني هذا الحين خلنا نوقف اللعبة شوي، خلنا نشوف هذا شو وضعه. هذا في سكة خطر داخل الموضوع، يمكن هذا سوي ترى في المستقبل. هذا بما انه شارع رئيسي ما بيبني بيوت هني على الاغلب، يمكن اجيبه هني عند هذا، لان هذا بيكون هني في دوار صغير. سوي لنا دوار، ايت ايت وايد، 5 يونتس تو 5 يونتس 5 يونتس 5 يونتس 5 يونتس. لحظة، اول واي هاي واي سوي ضبط اوضاعه ونكسر الشارع هذا. سوري يا حصة، لكن بكسركم كلكم. ابغى اوصل الهاي واي بطريقة دائرية الحين على الاغلب، يعني بوصله بطريقة دائرية. يمكن اطلع هني واسوي دوار بعد، لا مو بمنتسر بالطريقة هاي، لا بيكون اوفر. بس يمكن اروم اسوي دوار في المستقبل عادي، ما عندي مشكلة. بس على الاقل اضمن، سوري سوري سوري، والله كاسني خاطري. حلوين لنا
لو كان البشر ما يهدون شيء يعرفون يكسرون كل شيء وهم سايرين، نحن كبشر حاليا دمرنا كل شيء. اوكي very nice very nice. بنمد من هذا هاي وي لهني، هذا بعد انكم يستعملونه ترى الحين. الحين شير في نص الشارع. هذا بيسوي أزمة إذا كل الشارع بيسوي لازم نوفر نص الطريقة معنا. سوبر معنا نشغل الشوارع الحين. شوفوا قام يستعملونه، بيكون سريع على فكرة، مو بيكون بطيء بعد، بيكون شيء ممتاز. شوف في حادث هنا ولا كيف؟ اوكي مشت امورا، بس هاي الشغلة لحظة خلنا نتأكد منها لان هاي الشغلة خايسة كل مرة نفس الحالة. بس انتم ما تروحون هنا الا اذا انت هني وانت الوحيد اللي تروح هني انت وسيدة. صوب الثاني ما بحطي برايم. ما يطي يسوي سناب لحظة. اوكي هاي برايم الحين، بس ممكن نشل الاوفر لاب ولا الاوبن رود باي ذس. لو حد ياهني بالغلط يقدر يرجع، ولا حد من هنا بيرجع هنا ولا شيء يبي يستعمل الشارع هذا، ما له داعي يدخل متاهة ولا ما يقدر يروح فيها. هتشوف زحمة من الحين عندي أنا، هذا بعد من الحكم إني أغيره لكن مش وقته. لا كبداية زين، بس الشير هذا أنا ما مبقى أشيل حبة حبة الحين، ما له داعي. بس هذا بيكون مفيد، وايد مفيد. شوفوا خاصة انه موصول في المدينة الاساسية نفسها، ما له داعي يكون شيء ضخم يعني، دوار هني يقضي حاجته بين الجزر. لا بيكون شيء فظيع الصراحة، بيكون مفروض هاي المشويش تكون not enough educated workers. انزين مو مشكلة عادي، الحين احنا بنحط ناس بشر هني اصلا، نحط لكم بشر. اربع سيدات لا حتى هالشارع في الوسط. هاي تكون منطقة سكنية، شبه سكنية بحتة، مش 100%. هذا هنا تدريجي بس طلع برا. اوكي
هني لازم اخليه فاضي شوي. هني بحط الجسر هنا يا قب، اذا حطيت سكان هني بندم. هني عماير، هني عماير، هني دكاكين. خلت استوي زحمة، ما عندي مشكلة اني خلت استوي زحمة، لان على الاغلب انا مفروض اسوي هذا هاي ويت وسط كمرة ما حد يقدر يبني عليه. توي بكنسل البنى اللي هنا كامل. لأن الجسر بيطلع من أيوة. لا أوكي، طلع رأس الجسر من هني لين هني، هو من هني لهني بس شارع يلف للهايوي. بس ما حد يبني الهايوي مالي، يسوي لي مشاكل عقب. الكهرباء مالي تحت الماي ما يستوي أظني، فلازم ندره اخطشو مانيوال فلوس. اوكي مش يوصل كهربا فيه. في بداية المكان ما عندي مشكلة احط فيه شوي وصلت. شوفوا استعجلنا ترى في الجزيرة السكنية شوية. المنتري سكول ده مكان حلو شكله حق المنتري سكول، شكله فنان. مكان يصرح يكون في مدرسة ابتدائية. حتى مجموعة عماير على البحر، عماير تجارية يعني بتكون rather than here. يعني نحط شوية دكاكين هنا بعد. شوف هاي الجزيرة الجديدة كانت هاي الحقيقة. اليوم جزيرة سكنية جديدة، نشوف الحقيقة ان شاء الله شو نسوي. فكر اصلا نوصل هني بهذا الجسر بعد يكون تي تشكيل الجسور. بنشوف شو بنسوي ان شاء الله في السلسلة هاي. فمشكورين على متابعة السلسلة، والسلام عليكم ورحمة الله.